بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تكونوا كلكم في احسن صحة وحال. ان شاء الله الفيديو دوت هيبقى فيديو صغير بس مكثف عن المفروض نعمله في امتحان الهيستولوجي العملي. الامتحان ان شاء الله عليه 30 درجة، فمهم ومحتاج تركيز. فان شاء الله الامتحان هيجي فيه سؤالين دونت موف سلايدز، وعندي عليه 3 درجات و10 موف سلايدز و2 اي ام بيكتشرز، كل واحد عليه درجتين. قبل ما ابدا بس عايزه اقول شكرا لفريق كلر ميكس لان هم اللي بداوا التجميعه بتاعه الهيستولوجي، ربنا يكرمهم يا رب ان شاء الله. عندنا هنمشي ازاي في الفيديو ده؟ هنحط سكيمه كده نمشي عليها. عندي دونت موف سلايدز هنتكلم عليهم الاول، وبعدين هنتكلم عن السلايدز اللي ممكن اعرفها من بره بعيني، وبعدين تجميعه كده لبقيه السلايدات ان شاء الله تكون شامله السلايدات كلها. هنبدأ بالدونت موف سلايد. عندي 9 سلايدات دونت موف، هيجيلي منهم 2 يعني 6 درجات، يعني ركز فيهم قوي لان هما مهمين وهيضمنولي ان شاء الله 6 درجات. اول حاجة عندي، ودي تعتبر اسهل حاجة، الفات سيل، حاجة برتقاني كده تحت الميكروسكوب، بس نركز في الستين بتاعها سودان 3. يبقى لو لقيت حاجة برتقاني في الدونت موف مايكروسكوب هقول عليها فات سيل سودان 3. بعد كده عندي سلايدين في الليفر، ميتوكوندريا وجلايكوجين. نبدأ بالميتوكوندريا، بنلاقي لونها اسود لان هي مصبوغة بايرن هيماتوكسلين. عندي في الليفر بلاقي فيه سنترال فين وبلاقي طالع منه سيلز. الصورة دي شبه اللي بتجيلنا في المعمل بالظبط، بيبقى سنترال فين وطالع منه سيلز، ديت ميتوكوندريا ان ليفر ايرن هيماتوكسلين. طب لو لقيتها لونها بقى بامبا، يبقى دوت برضو في الليفر، بس ده عندي جلايكوجين في الليفر. عشان نحفظها ممكن نعلمها بان الحاجات المسكرة دايما بتبقى ملونة، يعني فجلايكوجين عشان مسكر لونه بامبا هنا. ونركز قوي في الستين بتاعها بي اي اس ستين. عندنا ايه تاني؟ دونت موف بيجمنت سيلز. البيجمنت سيلز دي هي بتبقى موجودة في الاي، ديت بتدي كلر للاي، هي شوية حاجات بني كده مش ملهمش اتجاه ولا ليهم حاجة، هي بتبقى معروفة ان هي كده شوية حاجات بني، دي بيجمنت سيلز، بتبقى سهلة قوي لما بتيجي. عندي بعد كده في الدونت موف برضو المايوفايبرلز في السكيلت المصري. المايوفايبرلز دي بتبقى شرايط سودة ومخططة، ممكن الاقيها مدية على بنفسجي شوية بس هي في الاغلب سودة يعني، بس اهم حاجة ان عندي سترايشنز كتير فيها وباينة قوي ان هي مخططة ايرن هيماتوكسلين. نركز في الستينز. عندي الالاستيك فايبرز، دي حاجات كده عاملة زي الشعر كده او غزل البنات، متداخلة مع بعض ولونها احمر، والسلايد نفسها بتبقى كمان الباك جراوند بتاعها احمر. بتبقى سهلة قوي الالاستيك فايبرز، بس نركز في الستين زي ما قلت الاوريسين ستين. الدونت موف سلايدز عموما اهم حاجة فيها الستين. بعد كده عندي الجولجي ابريتوس. الجولجي ابريتوس بيبقى متاخد من الابيديديمس وبتبقى سهلة قوي، والبلاقي عندي اليومن. اليومن دوت الخلايا بتاعته متبطنة من تحت بحاجة لونها بني، الحاجة اللي لونها بني دي هي الجولجي ابريتوس. السلايد دي مسبوغة بسيلفر ستين. عندي اي حاجة في المنهج غالبا يعني اي حاجة بتبقى بني بتبقى سيلفر ستين، هو ده الجولجي ابريتس. بعد كده عندي الماست سيلز. الماست سيلز بلاقيها خلايا مدورة، يعني ايه مدورة؟ يعني مش طالع منها اي زوايد ولا طالع منها اي حاجة، هي خلايا مدورة ولونها بنفسجي، وبيبقى الباك جراوند بتاع السلايد فاتح، فاهم حاجة ان انا الاقي خلية مدورة مش طالع منها اي زوايد، والستين بتاعها تلوزين بلو. ركز في الستين، هي لونها بنفسجي بس ستين باي تلوزين بلو، فركز في الستين بتاعها. عندي برضو نسل جرانيولز. النسل جرانيولز متاخدة من النيرف سيل، بتبقى برضو بتلوزين بلو، بتبقى السلايد كلها تقريبا زرقاء. عندي ستيل لو بصيت فيها بلاقي النيوكليس بتاعتها واضحة قوي، والستيل نفسها منقطة بازرق وبتبقى واضحة ان هي لونها ازرق يعني، فدي تبقى نيسلز جرانيولز في النيرف سيلز ومصبوغة في تلوزين بلو. طيب كده الدونت موف سلايدز خلصوا. هنتكلم بقى عن السلايدز اللي ممكن اعرفها من بره بعناية كده في الامتحان. لو حبيت اشوف سلايد من بره شكلها ايه، ممكن بدل ما اطلع السلايد بره ومعرفش ارجعها تاني، ممكن اطفي النور بتاع الميكروسكوب وابص عليها وفي مكانها. لو معرفتش اشوفها ممكن اطلع السلايد بره، بس غالبا ان شاء الله هشوفها يعني. فنبدا مع بعض. اول حاجه اعرفها من بره هي الليجامنتم نيوكي. الليجامنتم نيوكي ده طبعا سهل جدا، هو الحاجه الوحيده اللي عندنا في المنهج لونها اصفر.
بس المشكله بتاعته في الستين، الستين ممكن ننساه. فالستين بتاعه اسمه فان جيسون ستين، نركز قوي في الستين دوت ونحفظه لانه مهم، لو جالنا ممكن ننساه، فان شاء الله مش هنساه. هو اللي جامنتا ميوكي مسبوب بفان جيسون ستين، هي الحاجه الوحيده اللي لونها اصفر. بعد كده الحاجه اللي ممكن اعرفها من بره وسهله قوي ان انا اعرفها من بره، الامبلايكال كورد. الامبلايكال كورد بيبقى سمايلي فيس، عندي اتنين ارتريز من فوق وفين من تحت، فبيعمل لي سمايلي فيس. لو عدلنا شويه هنلاقي ان هو فعلا سمايلي فيس، دي حاجه فاني يعني كده. بعد كده الجروينج اند اوف لونج بون، جروينج اند اوف لونج بون سهل ان انا اعرفها برده من بره، لان هي شكلها شكل البون بالظبط، عندي مثلا هاند وشافت وكده شكلها شكل البون بالظبط. الجروينج اند اوف لونج بون شبه العظمه من جوه، ممكن اعرفها برده اللي هي بتبقى فيها من جوه زي خليه مدوره كده وماشيه بالعرض كده، فهي سهل برده تعرف من جوه، بس من بره برده بتبقى اوضح. الهايلاين كارتليج، الهايلاين كارتليج من بره برده بيبقى اوضح واحسن عشان ما يلخبطنيش. فهو بيلاقي عباره عن شريط وفيه ثلاث دواير او دايرتين او اكتر، المهم ان هو شريط لونه احمر وفيه دواير لونها ازرق. ليه بيبقى بالشكل ده؟ لان احنا بنبقى واخدينه من الريبس، فالريبس بتبقى عندي كارتليج بعدين ماسل، كارتليج وبعدين ماسل، فبلاقي ازرق احمر ازرق احمر. والسلايد دي ناخد بالنا منها كويس قوي، لان ممكن يكون اللي قبلي حط السلايد على السكلت الماسل، فانا على الماسل يعني، فانا ابص الاقيها ماسل تي اس، فبعدين اتلخبط. هي المفروض اصلا الاجابه بتاعتها هايلاين كارتليج، فانا لازم اشوفها من بره وبعدين احرك السلايد من جوه هلاقيها الهايلاين كارتليج اهو، لونه ازرق وفي نقط كده كتير موجوده جوه دواير. بعد كده الاير بنه، الاير بنه برضو سهل نعرفها من بره، هي عباره عن شريط وجواه خط، يبقى الهايلاين كارتليج كان شريط جواه دواير، لكن الاير بنه شريط وجواه خط ومن جوه لازم اشوفها، لان ممكن يعني اتاكد منها من جوه، وغالبا لازم اشوفها من جوه لان هي فيها هير فوليكلز، انها اسود او بني او اصفر اي حاجه، المهم ان فيها هير لان دوت سكن بتاع الاير، وبعدين دوت الالاستيك كارتلج بتاع الاير، لكن اهم حاجه ان عندي سكن وعندي كارتلج وبتبقى من بره شبه الخط. فديت الاير بنه، بكتب اير بنه اتش ان دي. الوول اوف ذا هارت، الوول اوف ذا هارت احسن حاجه ان هو يتعرف من بره، لان هو من بره شبه الهارت بالظبط، عندي اتريوم وفنتريكل وفي في النص فولف، بيبقى سهل جدا اتريوم وفنتريكل وفولف، فبيبقى اسهل بكتير من بره. ايه تاني ممكن اعرفه من بره؟ الاورطه، الاورطه من بره شكله شبه الدايره، الدايره يعني دايره وليه وايد ليومن وثيك وول، سهله قوي اللي هو الاورطه ده. من جوه برضو لازم برضو ابص عليه هلاقي حاجات ويفي ويفي جدا، اللي هو الالاستيك تيشو اللي في الاورطه بيبقى باين قوي ويفي. الاورطه دوت كده اتش اند اي، لو جالي نفس السلايد دي بس لونها بني هقول اورطه بس بالاورثين ستين، لان ممكن يجيلي اورثين ستين. عندي تاني انفيريور فينا كيفا، الانفيريور فينا كيفا برضو هلاقيه من بره، يعني هلاقيه فيسل بس ليه وايد 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 ليومن، يعني هلاقيه واسع قوي. طب هبص عليه من جوه هلاقي ايه من جوه؟ هلاقي سموث ماسلز بس متاخده تي اس، يعني هلاقي عندي دايره جواها نيوكليس، او ممكن ما الاقيش جواها نيوكليس خالص، بس المهم ان هو باين حتى هنا في الصوره ان عندي ماسلز كتير سموث ماسلز متاخده تي اس، ودوت اكيد اكيد مش شبه الاورطه، فدوت انفيريور فينا كيفا. وعندي هلاقي لو كملت هنا هلاقي في تونيك ادفنتيشيا كتير قوي. طيب كده خلصنا السلايدات اللي ممكن نعرفها من بره، هنتكلم بقى عن سلايدات كده عموما. ان شاء الله نجمع السلايدات كلها بقى اللي باقيه. عندي التندون، هنقارن كذا سلايد كده ببعض، يعني السلايدات اللي ممكن بيبقوا شبه بعض شويه زي التندون والسكيلتال المصل، هنقارن بين كذا سلايد. يعني التندون لازم عشان اقول ان تندون يكون ويفي قوي، بيبان قوي ان هو ويفي، وهم قالوا لنا ان اي سلايد تندون هينزل هيبقى واضح ان شاء الله ان هو ويفي. ولازم ابص على النيوكليس، النيوكليس هنا بتبقى بين الشرايط الحمراء، يعني شايفين الشرايط الحمراء دي، النيوكليس لازم تبقى بين الشرايط وبعضها، يعني مش هنا مثلا، مش جوه كده، لا لازم تبقى بين الشرايط اهي، واضحه قوي هنا. واكيد ما فيهوش استريشنز، يعني لو جبت الهاي باور هبص على التندون مش هلاقي فيه استريشنز خالص. طب السكيلت الماسل بقى، لا السكيلت الماسل لازم الاقي فيها استريشن، طبعا سكيلت الماسل ال اس، فدي لازم الاقي فيها استريشنز، ولازم ابص على النيوكليس هلاقيها بص جوه
جوه الشريط الاحمر ده، هي جوه السل. ف وبرده اكيد اكيد هجيب الهاي باور عشان اشوف ايه الاسترايشنز بتاعتها، لو لقيت استرايشنز يبقى احلف ان هي سكيلتال ماسل. بعد كده هنقارن بين سباينال جانجليا و سيمباثاتيك جانجليا. السباينال جانجليا عندي ليها كذا حاجه بتخليني اتاكد ان هي سباينال جانجليا. اول حاجه مجموعه موجوده في مجموعات، يعني هلاقي السيلز كده كل شويه سيلز مع بعضهم في جروب كده، والسيلز نفسها مدوره، يعني هلاقيها مدوره مش مضلعه يعني مدوره. وبعدين هلاقي النيوكلياس في النص، وبتبقى باينه قوي ان النيوكلياس في النص، وهلاقي كمان في فايبرز كتير، هلاقي في فايبرز بين الـ بين الـ بين الجروبس وبعضها كتير قوي، ثيك فايبرز. طب السيمباثاتيك جانجليون هلاقي بقى العكس تماما، هلاقي السيلز متفرقه عن بعض، كل سيل في ناحيه ما فيش حاجه بتجمعهم في جروب، وهلاقي السيل شويه مضلعه مش مدوره. وهبص على النيوكليوس هلاقيها اكسنتريك في الطرف، مش في النص بالظبط. وكمان هلاقيها يعني في سك سن 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 فايبرز، مش هلاقي فيه سك زي اللي فاتت. يعني بصوا السيلز بعاد قوي عن بعض، والنيوكليس اكسنتريك وكده. طيب عندي دول بالسيلفر ستين. ايه اللي على الشمال؟ اللي على الشمال اكيد سباينال، ليه؟ لان النيوكليس في النص، غالبا النيوكليس هي اللي بتاكد لي قوي، بس دي بقى بالسيلفر ستين. فاللي على الشمال ديت سباينال، واللي على اليمين سيمباثيتك، لان اللي على اليمين النيوكليس بتاعتها اكسنتريك، ممكن تجيني بالسيلفر ستين. بعد كده هنفرق بين الليمف نود وحاجه تانية. هنشوف الليمف نود الاول. الليمف نود هلاقي، هبص في السلايد هلاقيها حاجه كده منغمشه، يعني حاجات كده نقط 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 كتير قوي منغمشه كده، لونها ازرق. بس لما اركز بقى هلاقي ايه؟ هلاقي عندي كورتكس ناحيه بره، وهلاقيه غامق. والكورتكس ده مش دايره كامله، مش عامل دايره كامله، يعني عامل كده اهو، عامل يعني حاجه كده شبه الهلال شويه. وهلاقي جوه، كل ما ادخل جوه اللون بيبقى افتح، وعندي هنا مظله فاتحه، اهم حاجه ان والمظله واحده، يعني هي مظله واحده وكذا كورتكس من بره، كذا كورتكس كده من بره. لو بصيت على الليمف نود من بره هلاقيها كده حاجه شبه الفاصوليا او الكيدني شيب. طيب ممكن تجيلي بالسيلفر ستين، غالبا هي في الاطلس معموله بلون اسود شويه، بس هي ممكن تجيلي بني غامق يعني، بس هلاقي نفس الشكل غالبا، يعني نفس الشكل بس لونه بني. طيب الثايمس، ازاي نعرف الفرق بين الليمف نود والثايمس؟ الليمف نود بيبقى فيها حاجات كده زي سبته فاصله كل لمفويد فوليكل عن التانيه، هلاقي فيه كورتكس برضو، بس الكورتكس يعني غالبا محوط على المظله، يعني كورتكس ومظله مستقله، كورتكس مظله مستقله، وفي في النص هلاقي ايه زي سبته كده، زي سبته بين يبقى دي ثايمس، يبقى دي مختلفه تماما عن الليمفويد تيشو، دي ثايمس. بالمره بقى السبلين، السبلين برضه هلاقي سلايد منغمشه قوي، و بس هعرفها منين؟ هعرفها من لما ابص على الفوليكل كده، لازم الاقي فيه فوليكل فوليكلر ارتري. الفوليكلر ارتري ده بيبقى غالبا ناحيه بره، يعني بيبقى مش في النص، بيبقى اكسنتريك شويه. ولو بصيت على السلايد من بره هلاقيها شبه سموث ماسل او سبندل كده مسحوبه من بره، هلاقيها شبه السموث ماسل. التونسل عندي من بره شبه الاس اس شيبد، وباينه قوي من بره. من جوه اكتر حاجه بتعرفني ان دي تونسل ان انا الاقي ميوكوز، هلاقي هنا سيلز كده بتطلع ميوكوز، هلاقيها شبه الرغاوي كده، فديت اكتر حاجه بتعرفني ان هي تونسل، ومن بره شبه الاس شيب قوي. فان شاء الله مش هنتلخبط فيهم، يعني ان شاء الله بس نركز في كل حاجه ايه الحاجه المميزه ليها ومش هنتلخبط فيهم. طيب عايزه افرق بين السين سكين والثيك سكين. السين سكين اهم حاجه فيه لازم اشوف هير فوليكل، هير فوليكل زي ما قلنا صفراء او 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 بني او سودا، بس اهم حاجه ان انا اشوف هير فوليكل عندي في السين سكين، واشوف الكراتين يبقى رفيع جدا، يعني ما عنديش كراتين كتير، يا دوب خط بس كده من بره رفيع جدا. ولازم كمان اشوف ايه الهير فوليكل، يعني اهم حاجتين بيميزوا السين سكين، هير فوليكل وسين كراتين من بره. طب الثيك سكين بقى لا العكس خالص، هلاقي عندي كراتين كتير جدا، لازم اشوف كراتين طبقه كده محترمه، وبعدين مش هلاقي هير فوليكل خالص، ما ينفعش الثيك سكين يبقى فيه هير فوليكل خالص. بعد كده خلصنا اللي هما المقارنات، ان شاء الله الدنيا حلوه والسلايدات سهله واللي جاي اسهل ان شاء الله.
هنجمع بقى بقية السلايدات كده الفضل. عندي النيرف ترانك. النيرف ترانك سهل، ولما بشوفه في الميكروسكوب مش بتلخبط مع حاجة تانية، ان النيرف ترانك عندي دايرة كبيرة جواها دوائر اصغر، والدوائر الاصغر كل واحدة فيه دوائر وجواها نقطة. الدايرة وجواها نقطة ده النيرف، اللي هو النقطة دي هو الاكزون بتاع النيرف. فهلاقي دايرة كبيرة جواها دوائر اصغر، فهي بتبقى باينة قوي، وديت نيرف ترانك اتش ان اي. لو جالي السلايد دي نفسها بس لونها اسود، هقول نيرف ترانك بس بالاوزميك اسيد، ودي من السلايدات السهله عندنا. بعد كده سكيلات الموصل تي اس، خلايا مدوره وفيها نيوكليوس او اتنين، او ممكن ما اشوفش فيها نيوكليوس خالص. اهم حاجه ان انا شايفه خليه مدوره وبتبقى واضحه. السكيلات الموصل تي اس تقريبا كده لما بشوفها بتبقى شبه حته اللحمه يعني، فهي بتبقى سهله ان شاء الله. بعد كده عندي الكومباكت بون. الكومباكت بون عبارة عن دايرة او جزء من دايرة، يعني انا لما ببص عليها كده بلاقيها عبارة عن دايرة او جزء من دايرة. لما ببص للدايرة الخارجية اللي عندي دي بلاقي فيها خروم، يعني الدايرة الخارجية دي لازم الاقي فيها مخرمة كده. الكومباكت بون تقريبا مفيش حاجة عندنا شبهها، فلما نلاقي دايرة وفيها حاجات مخرمة كده يبقى ديت كومباكت بون. طب الكانسيلس، الكانسيلس بون ليه 3 علامات نعرفهم عنه، ان هي شبه الاستفنجة، ملهاش شكل معين يعني، مخرمة كده شبه الاستفنجة. وفي كمان بون مارو من جوه كتير، لما نبص له كده اكيد شايفين كلنا البون مارو ده. وفيها فات سيلز مكان فات سيلز فاضية، يعني هلاقي هنا فراغ هنا فراغ، دي كلها كانت فات سيلز ووقعت يعني، دوت كانسيلس بون اتش اند اي. بعد كده الوايت فايبرو كورتليج هنعرفها ازاي، هي مفيش حاجه شبهها عندنا في المنهج، يعني هي عباره عن شويه فايبرز ماشيه ملهاش اتجاه كده محدد، يعني نلاقي شويه كده وشويه كده، وهنلاقي في النص شويه نيوكليس نقط زرقاء كده. السلايد دي مفيش حاجه تقريبا شبهها في المنهج، يعني دي جات لي في الامتحان اللي فات ما تنحت شويه، بس يعني مفيش حاجه شبهها خالص، فهي وايت فايبرو كورتليج. المودريتور باند، المودريتور باند سهله قوي ان احنا نعرفها، مصر وفي في النص الدايره، الدايره دي فيها سيلز، كل سيل عامله اللي هو شكل المرسيدس ده اللي هو واي شيب ده، فهي دايره وهي بتبان قوي ان هي يعني جروب كده، جروب لوحده فيه شويه سيلز عليها ام اللي هي واي شيب دي. بعد كده عندي البون مارو. البون مارو سهل برضو، عمال اقول كل على كل حاجه سهله، بس هي فعلا السلايدز ان شاء الله مش هتلخبط فيها يعني. البون مارو ما فيهوش اي حاجه، هو شويه نقط حمراء زرقاء حمراء زرقاء كده، لان هو بلاد عباره عن بلاد وشويه فات سيلز فاضيه، يعني لما الاقي كده نقط وشويه حاجات فاضيه يبقى ده بون مارو اكيد يعني، فسهل ان شاء الله. بعد كده عندي الميديم سايز فين اند ارتري. تقريبا غالبا غالبا السلايد دي بتيجي على سلايد واحده، يعني الفين والارتري بيجوا مع بعض على نفس السلايد. ببص عليهم هلاقي الارتري اللي على ايدي اليمين بلاقيه ليه اليومن بتاعه ضيق، والوول بتاعه تك، وعنده تونيكا ميديا كتيره قوي تخينه، وعنده تونيكا ادفنتيشيا قليله. لكن الفين هلاقيه وايد اليومن وبلاقيه كولابسد كده مطبق على بعضه، ولاقي عنده التونيكا ميديا صغيره قوي مش كتير، والتونيكا ادفنتيشيا هي اللي كتير، فبيبقى واضح ان دوت ارتري دوت فين. فلما بيجي لي في الامتحان بكتب ميديم سايز فين اند ارتري اتش اند اي. البازل الارتري معرفش ممكن ينزل لنا في الامتحان ولا لا، بس هو سهل ان احنا نعرفه. عباره عن حاجه كده هو بين الفين وبين الارتري، هلاقي هو كولابسد بس هلاقي فيه تونيكا ميديا محترمه، وهلاقي فيه تونيكا ادفنتيشيا، تقريبا الاثنين بيبقوا قد بعض. هعرفه ازاي ان هو مش فين؟ الفين بيجي معاه ارتري زي ما قلنا بيجوا في نفس السلايد، لكن دوت بيبقى لوحده غالبا، ممكن يعني هو سهل يعني. خلاص كده قربنا نخلص، فاضل لنا بس سلايدين. التراكيه، التراكيه هلاقي فيها كارتليج، يعني التراكيه اصلا معروفه بايه، احنا بنعرفها حتى في الاناتومي ازاي، ان هي حاجه فيها كارتليج. فبلاقي فيه طبقه كده هايلاين كارتليج كبيره، وبلاقي من الانر لاير عندي فيها سيمبل كولامنر ابيثيليوم، سيمبل كولامنر ابيثيليوم كده من جوه ولونه ازرق، وبعدين عندي هايلاين كارتليج كتير. الهايلاين كارتليج ده افتكروا اللي احنا كنا واخدينه من بين الريبس، بيبقى عباره عن ايه، نقط جوه دوائر، نقط جوه دوائر، فهلاقي الهايلاين كارتليج. ولازم برضو لما ببص عليها من بره ممكن تلخبطني مع الاير بينا، بس لما ببص من جوه
مش هلاقي سكين ولا هير فوليكل ولا الحاجات دي. فعشان كده لازم في الاير بينا نبص عليها من جوه، مش هلاقي في التراكية مش هلاقي فيها سكين. طيب اللنج، اللنج اخر حاجة عندي، هي عبارة عن فراغات كتير كتير كتير، لان طبيعي يكون فيها فراغات لان هي لنج فكان فيها هواء قبل كده، فهلاقي فيها فراغات كتير، وبعدين هلاقي فيها برونكاس تري، هلاقي فيها برونكاس. بس هي دي اللنج يعني فراغات. واه البون مارو برضو كان فيه فراغات، بس اللنج ما فيهاش بلد، يعني هلاقي فراغات بس، فراغات فراغات وما فيش بون مارو عندي اكيد هنا، في ما فيش بلد يعني. كده ان شاء الله خلصنا. الحمد لله مراجعة الهيستولوجي العملي. عايزة اقول لكم توكلوا على الله. خلي عندنا حسن توكل على الله، نذاكر ونعمل اللي علينا وما نستناش نتيجة. مش بذاكر عشان النتيجة، انا بذاكر عشان ارضي ربنا، والنتيجة دي مش بتاعتي يعني. انا مكتوب لي حاجة عند ربنا اكيد هاخدها، سواء حلوة او وحشة، بس ارضى بيها. وان شاء الله بحسن التوكل على الله يعني ربنا هيكرمنا كلنا. جزاكم الله خيرا، وربنا يجعل دوت